لست سنوات على التوالي تشهد بلدة دمون بمدينة تريم في محافظة حضرموت زواجا جماعيا. هذه السنة يزفون فيها 102 عريسا وعروسة في مهرجان الحياة الذي يحمل رسالة لتحصين الشباب. الأوضاع المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار والمهور جعلت الكثير من الشباب ينضمون لهذا العرس الجماعي الذي لا يكلف سوى مبالغ رمزية مقارنة بالزواج الفردي. فمنذ تم تنظيم أول عرس جماعي في هذه البلدة قبل 5 سنوات تم الاحتفال بزواج 458 عريسا وعروسة. بلغ عدد المتزوجين إلى الزواج الخامس 456 عريسا وعروسة، وهذه تعتبر بادرة طيبة، وتكرار مثل هذه المناسبات والزواجات يأتي من رغبة الناس. ما يقارب 20,000 ضيف هو عدد المدعوين، حيث يعمل عدد من أبناء المنطقة كلجان تطوعية لتنظيم الضيوف، ويغطي آخرون أنشطة مختلفة في لجان موزعة كلجنة النظام والإعلام وتجهيز العرسان وتحضير الطعام ولجنة الاستقبال. أنا دخلت في هذا الزواج الجماعي بمنطقة دمون لعدة أسباب، منها بسبب الظروف الصعبة في هذا الوقت الراهن، وهذا العرس يدل على ترابط هذه المنطقة وتعاونها، منطقة دمون الحبيبة. فبهذا الزواج الجماعي اكتملت لوحة فنية جميلة جدا، فكل الأهالي مشاركين فيها من أهالي ولجنة استشارية. تتميز فقرات حفل الزواج بتفاعل كبير، حيث تبدأ عصرا برقصات شعبية لتشهد في المساء فقرات فنية تتنوع بين الطرب والإنشاد والأوبريت الختامي وحن العرسان، ويحظى بحضور رسمي وجماهيري يستمر حتى منتصف الليل ويتم في أجواء فرائحية تشهدها المنطقة بشكل عام. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.